الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة تجمع فيشغراد بالمجر، والتي أكد خلالها على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب. المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي يكشف أدلة ومعلومات حول تورط قطر في دعم التنظيمات الإرهابية لتأجيج الصراع في بلاده. قبيل ساعات من انتهاء مهلة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، وزير خارجية قطر يعتبر قائمة مطالبها غير قابلة للتطبيق. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، نبدأها بعد هذا الفاصل. تفاصيل الأنباء، أهلا بكم. أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن قادما من بودابست بعد زيارة ناجحة لجمهورية المجر شارك فيها في قمة تجمع فيشغراد. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في كلمته أمام التجمع أن المكانة المتميزة للتجمع داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي تؤهله لأن يقوم بدور هام في العديد من المناطق الجغرافية في العالم. تجمع فيشغراد داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي تؤهله لأن يقوم بدور هام في العديد من المناطق الجغرافية في العالم، بل وعلى المستوى الدولي كذلك. وهنا تكمن أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والدول فيشغراد لتعزيز الاستقرار والأمن بمنطقة جنوب المتوسط وتحقيق تطلعات شعوبنا إلى مزيد من النمو والازدهار. كما أكد الرئيس السيسي أنه تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر وتجمع دول فيشغراد لمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف وأهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لها. أضاف الرئيس أن المباحثات تطرقت إلى سبل تطوير التعاون الأمني المشترك وتجفيف منابع الإرهاب والتضييق على من يرعاه من دول أو جهات تقدم الدعم المالي واللوجستي والسياسي للجماعات الإرهابية. كما ناقشنا سبل تعزيز التعاون لمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف، وأكدنا أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لها، كما تطرقنا إلى سبل تطوير التعاون الأمني المشترك بما يمكننا من التعامل مع مختلف التهديدات. وأود في هذا الصدد أن أؤكد اتفاقنا جميعا على ضرورة التصدي للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأهمية العمل المشترك لمواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابع الإرهاب والتضييق على من يرعاه من دول أو جهات تقدم الدعم المالي واللوجستي والسياسي للجماعات الإرهابية. وأضاف رئيس أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود لوضع حد للصراعات في منطقة الشرق الأوسط. وشدد رئيس على أن المحادثات تطرقت كذلك إلى أزمة اللاجئين وأساليب التعامل معها بما يضع حدا لمعاناة الأبرياء الذين يتعرضون للتشريد بسبب الحروب والاضطهاد، وبحث كذلك سبل تعزيز التعاون لإنهاء هذه المأساة الإنسانية. لقد تبادلنا الرؤى كذلك حول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والعراق والمساعي القائمة لإيجاد حلول سلمية لها، واتفقنا على ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود لوضع حد لتلك الصراعات، كما تشاورنا حول سبل دفع عملية السلام بما يحقق تسوية دائمة وعادلة مبنية على القرارات والمرجعات الدولية ذات الصلة. والمزيد من المتابعة وتحليل ينضم إلينا من بودابست السيد منير عيسى المحلل السياسي. سيد منير، بعد تحية، البيان المشترك أكد على دعم القادة المشاركين في قمة فيشغراد على دعمهم السياسي لمصر ودعمهم لجهودها في مكافحة الإرهاب، كيف ترى وتتابع هذا البيان، وبرأيك أيضا كيف يمكن تطبيق أهم وأبرز ما جاء من نصوص في كلمات هذا البيان على أرض الواقع؟
مساء الخير سيداتي سادتي. صدر اليوم البيان الصحفي عن لقاء قادة تجمع دول فيشغراد تلاه السيد رئيس الوزراء الهنغاري. تضمن البيان بنود عديدة بخصوص تقوية الاتحاد الأوروبي من الداخل والخارج، وبجانب الوضع الاقتصادي وموقف الاتحاد الأوروبي من الهجرة وغير الشرعية. بالنسبة إلى مصر، جرى التأكيد على نقطتين: قضية الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاستقرار في جنوب البحر المتوسط، وقضية التعاون الاقتصادي بين مصر ودول وسط أوروبا. فيما يتعلق بقضية الإرهاب، عبر الحاضرين ومشخصين بالسادة رؤساء وزراء الدول المشاركة عن امتنانهم لمصر حكومة وشعبا وبشخص الرئيس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في استقرار مصر وفي استقرار أيضا الشرق الأوسط. ليس هذا فقط، بل عبروا عن امتنانهم واعتقادهم بأن سياسة الحكيمة للرئيس السيسي لم تجلب فقط الاستقرار لمصر وللشرق الأوسط، وإنما جلبت أيضا الاستقرار لحدود أوروبا الجنوبية. وكما عبر السيد فيكتور أوربان عندما قال بأننا كدولة في نشكل جنوب الاتحاد الأوروبي، سياسة السيسي تدعم الاستقرار والأمن في هذا الجانب. في تحدث أيضا عن الوضع في ليبيا وعن الهجرة الغير الشرعية ودور الاتحاد الأوروبي بتحمل جزء من مسؤولية الوضع القائم الآن، لكون النظام البديل لم يضعوا على أسس صحيحة، بحيث الوضع الموجود أدى إلى عدم الاستقرار وإلى فتح الحدود الليبية، أصبحت بلا مراقبة بلا حماية ومفتوحة على بلدان أوروبا. وخرجوا باستنتاجات حول الوضع ورسم آلية للتعاون بين هذه الدول المشاركة. طيب سيد منير، إذا كيف ترى المشاركة المصرية وتأثير المصري والدور المحوري الكبير التي تلعبه مصر، خاصة في حربها ضد الإرهاب والتطرف، ومدى يعني وجود استعداد أو نية حقيقية من المجتمع الدولي لمساعدة مصر في هذه الحرب وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة إليها؟ أصبح الإرهاب اليوم سيدتي العزيزة يطال كل الدول وكل القارات دون استثناء لأحد. وبما أن مصادر هذا الإرهاب للأسف تركزت في واقع معين لدينا وفي اتجاهات معينة، فالمسؤولية تقع على دول هذه المنطقة. وعبرت قياداتنا الحكيمة عن استعدادها لبذل المزيد من الجهود، وكما عبر الرئيس السيسي في الجانب المالي والجانب اللوجستي والجانب السياسي وتجفيف منابع الإرهاب. ما أخذ الجد، أخذت أوروبا موقف جمهورية مصر العربية عندما اختارتها من بين هذه الدول لثقلها التاريخي ولوزنها في منطقة الشرق الأوسط ورغبتها معها في المجال الاقتصادي والتنسيق. وكما عبر رئيس الوزراء الهنغاري اقترح أن يجري التنسيق مستقبلا مع بلدان الاتحاد الأوروبي أيضا، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية والأمنية. أشكرك جزيل الشكر من بودابست السيد منير عيسى المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على هذه النظرة التحليلية. أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل استمرار الحكومة في تنفيذ توجيه الرئيس السيسي باستعادة أراضي الدولة المتعدى عليها ووضع ضوابط صارمة لمنع تكرار حدوث أي تعديات مستقبلا. من جانبه قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصلحي إنه وجه جميع المحافظين وجههم بأهمية العمل على إغلاق المخابز التي تعمل بدون تراخيص. ارتفاع سعر السولار لن يؤثر على أسعار السلع التموينية الأساسية، جاء ذلك خلال اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالمحافظين الذي عقبه مؤتمر صحفي. أكد خلاله الدكتور علي مصلحي أن وزارة التموين سوف تتحمل تكلفة نقل السلع الغذائية التموينية. وزارة التموين هتزود اللولوم بتاع النقل للقمح والسكر والزيت وكذا وكذا مع الشركات الكبيرة اللي بنشتغل معها ومع جمعيات النقل للمسافة اللي أقل من 100 كيلو، وهتزيد 10%. مين هيستحمل الزيادة دي؟ نحن سوف نتحمل هذه الزيادة. فيما أكد وزير التنمية المحلية أن المحافظات مستمرة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إزالة التعديات على أراضي الدولة مع تقنين أوضاع الجادين. في ناس جادة اشتغلت والدولة هتقف معاهم،
بس احنا بنقول حضرتك، احنا بنقول اولا واخيرا ان هذا النظام اللي تراكم تاريخيا انتهى، وان من هنا ورايح كل من هيطلب ارض هيبقى باسلوب شفاف معلن، الدولة ايه موضحة كويس، علشان ما حدش ايه تسول له نفسه ان هو يتعدى على الارض مرة اخرى. كما صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي ان الاجتماع اكد على ضرورة مراجعة واحكام منظومة التغذية المدرسية استعدادا للعام الدراسي القادم، والتي يستفيد منها اكثر من 10 ملايين من التلاميذ. الاتفاق كان على أهمية تطبيق محكم جدا لمنظومة التغذية المدرسية، أهمية أن تكون الوجبة بها المكونات الغذائية المطلوبة للمحافظات المختلفة عشان تمكن الأطفال من الاستيعاب، علشان تخف من على الأسرة عبء التغذية للأطفال وجبة من الوجبات الثلاثة اللي مفروض ياخدوها الأطفال. كما أشار الاجتماع إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية المتاحة بكل محافظة. اجتماع هدف إلى اتخاذ العديد من القرارات التي تصب في صالح المواطن المصري، أهمها تكثيف الرقابة على الأسواق وتثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية وغلق المخابز التي تعمل بدون ترخيص، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتقنين أوضاع الجادين من وضيع اليد على الأراضي المثمرة، وإحكام منظومة التغذية المدرسية. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر إضافية اعتبارا من مساء يوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2017. وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة أن رئيس مجلس الوزراء اختاره في 22 يونيو الماضي بقرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 157 لسنة 2017 بشأن فرض حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد. أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، أكد نجاح الجيش الليبي في إضعاف قوة تنظيم داعش الإرهابي واستعادة السيطرة على مساحات شاسعة من يد التنظيمات الإرهابية. وكشف المسماري عن أن هناك إمدادات لوجستية تصل للتنظيمات الإرهابية الناشطة على الأراضي الليبية من قطر وتركيا والسودان. شعبي عانى محنة وعانى أزمة حقيقية وعانى مشاكل لا يمكن أن يتصورها عقل بشري على الإطلاق. ليبيا بتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، بدعم الإرهاب من دول بعينها مثل قطر وتركيا والسودان وغيرها من الدول للإرهاب في ليبيا، فقدنا عشرات أو مئات الليبيين بين اغتيالات وخطف ومقطوفين، لحتى هذه الساعة لا نعرف مصيرهم. فقدنا مئات الليبيين في عمليات إرهابية داخل ليبيا يقومون بها ليبيين وأجانب بدعوى الجهاد وبدعوى الإسلام، والإسلام منهم براء حقيقة. كما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي أن الإعلام القطري يقدم دعما لأشخاص محددين يثيرون العمليات الإرهابية في ليبيا، مشددا على أن الجيش الليبي يقاتل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وعرض المسماري معلومات ومشاهد فيديو تكشف عن شخصيات ليبية متورطة في العمليات الإرهابية تلقى دعما لوجستيا وإعلاميا من وسائل الإعلام القطرية، بالإضافة إلى بعض مشاهد الفيديو تؤكد دعم قطر بالأسلحة لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابية في ليبيا. قطر عندها عدة خطوط للإمداد في ليبيا، تمد في علي الصلابي وهو متواجد في قطر ويمتلك قناة ليبيا الأحرار. هذا الشخص وهو علي الصلابي يقوم بمد جماعة الأخوان المسلمين وبمد فجر ليبيا، ويقوم كذلك هذه جماعة الأخوان المسلمين. هذا نزار كعوان أحد أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، وكان ناطق رسمي باسم الجماعة. لدينا فيديوهات الآن سنعرض أسماء وبعد ذلك نعرض فيديوهات لكل ما نقول الآن. في منطقة كذلك هذا إسماعيل الصلابي وهو طارق تنظيم القاعدة في بنغازي.
الصلابي. اسماعيل الصلابي يقوم بتمويل ما يعرف في مجلس الشورى في بنغازي، تنظيم القاعده في بنغازي، ويمر في ما يعرف بسرايا الدفاع بنغازي، والتي الان اصبحت تنظيم ارهابي في القائمه العربيه. مجموعه شورى بنغازي يمر في كتيبه انصار الشريعه بقياده الزهاوي الذي قتل في معارك بلينا، وهذه الاطراف كلها تقوم بمد الجماعات الارهابيه في تنظيم القاعده وانصار الشريعه في ليبيا. نزار بحوان يقوم بالتعامل مباشره مع سفيان بنقوطه في درنا، وهو زعيم تنظيم القاعده في درنا الذي يتبع تنظيم القاعده لاسامه بن لادن. عبد الحكيم بن حاج، اذا كان نزل الصوره شويه، عبد الحكيم بن حاج سوف عبد الحكيم بن حاج، وهو ما تم تسويقه في الاعلام القطري وفي الجزيره على اساس هو قائد 17 فبراير، وهو المنقذ لليبيا من القذافي، وتم تسويقه على اساس يكون البديل الرئيسي بعد معمر القذافي في ليبيا. وللمتابعين انضم الينا عبر الهاتف من ابو ظبي الدكتور محمد عصام العروسي، خبير شؤون الاستراتيجيه والامنيه. دكتور محمد، يعني عده ساعات وتنتهي المهله التي منحتها الدول الاربع الداعيه لمكافحه الارهاب للدوحه للرد على مطالبها. ماذا تتوقع ان يحدث خلال الساعات القليله القادمه، خاصه في ظل تصريحات وزير الخارجيه القطري بان هذه المطالب غير قابله للتطبيق؟ اعتقد ان لا زال يعني في لا زال هناك متسع من الوقت لمعرفه القرارات او الاجراءات التي ستعقب، يعني اذا ما اعتبرنا ان الطرف القطري رفض جمله وتفصيلا كل مطالب الدول المقاطعه. اعتقد ان لا زال هناك متسع من الوقت للحوار. الدول الخليجية تأمل في موقف دولي موحد إزاء قطر، وخاصة أن الإشارات الواضحة جدا من قبل المنتظم الدولي، خاصة الموقف الأمريكي، الموقف الفرنسي، الموقف الألماني، أيضا أشار إلى ضرورة تجفيف منابع الإرهاب ودعوة قطر للاجتماع وحل الأزمة مع الدول المقاطعة داخل البيت الخليجي. وبالتالي فنحن إزاء وضع أو فشل ما يسمى بتدويل الأزمة التي حاولت ما أمكن قطر أن يعني تسرع به في الآونة الأخيرة من خلال تدويل الأزمة ومحاولة تبني خطاب المظلومية على أساس أن الدول المقاطعة تفرض حصارا جائرا على قطر، في حين أن دولة قطر بإمكانها وفي سقف ما يسمى بأدبيات المفاوضات لحل الأزمات أن تمحص في طلبات الدول المقاطعة، وأن تختار أو أن تخفض حجم هذه المطالب، أو أن تفاوض بشكل عام للوصول إلى ما يسمى بالحلول الوسطى التي بإمكانها تجنب قطر حالة العزلة أو حالة الخصام مع البيت الخليجي. أعتقد أن الموقف الدولي كان واضحا جدا بخصوص دعوة قطر إلى حل الأزمة داخل الإطار الخليجي أو داخل الإطار العربي بشكل عام، باعتبار أن الدول المقاطعة دول خليجية ودول عربية مع مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين. إذن هذا الإطار، أعتقد أن الإجراءات، الحديث عن الإجراءات الآن هو سابق لأواني، وننتظر الساعات القليلة في انتظار عقد القمة غدا بين وزراء خارجية الدول المقاطعة لبحث أولا الرد القطري، لأن لا زال لم تتضح إلى الآن ملامح الرد القطري بخصوص مطالب 13، والتي بالأساس تركز على نقاط أساسية معظمها تشير إلى أهمية عدم تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول. وكما رأينا أن التصريحات هذا العقيد الليبي بخصوص تدخل قطر في ليبيا في مجموعة من هذه الدول، أعتقد أن الاجتماع غدا سوف يكون حاسما في اتخاذ الإجراءات المقبلة بخصوص الأزمة القطرية. أشكرك من أبو ظبي الدكتور محمد عصام العروسي، خبير الشؤون الاستراتيجية والأمنية.
والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر انعقاد مؤتمر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي علي فتحي مراسل النيل. علي، ماذا عن الأجواء العامة لهذا المؤتمر الصحفي وأهم وأبرز ما جاء من كلمات وتصريحات على لسان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي؟ البداية تحياتي لك يا أمل. يعني بالفعل تحدث العقيد أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية حول عدة نقاط يعني تخللها أو تحديث عن الدعم المادي واللوجستي الذي تتلقاه العناصر الإرهابية على القادة الليبية من دولة قطر وأيضا من إيران والسودان وتركيا. تحدث يعني العقيد أحمد السباري خلال المؤتمر عن يعني أن القوات المسلحة العربية الليبية تقاتل أربع تشكيلات إرهابية رئيسية داخل ليبيا، هي تنظيم داعش الإرهابي الذي يعني قارب على يعني الاندثار ودحره تماما في ليبيا، وبقي يعني انتهاء وجود او اعلان انتهاء وجود داعش على الاراضي الليبيه مساله وقت ليس اكثر، وايضا تنظيم القاعده، ثم تطرق للحديث عن القتال حول قوات الدروع التي شكلها تنظيم الاخوان المسلمين في الاراضي الليبيه، وايضا العصابات المسلحه متمركزة في مدينة بنغازي. يعني هؤلاء هم الأربع تشكيلات الرئيسية التي تقاتلهم عناصر القوات المسلحة الليبية. إذن كانت هذه أهم وأبرز الكلمات والتصريحات التي خرجت على لسان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي من مقر انعقاد المؤتمر الصحفي علي فتحي مراسل النيل. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. اعتبر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن المطالب التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين غير واقعية، ووصف الوزير القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني سيغمار جابريال في الدوحة لائحة المطالب بأنها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق. وقال محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الرد على مطالب الدول الأربع والذي سلم إلى الكويت كان معدًا. من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني أن مثل هذه النزاعات لا يمكن أن تحل إلا على طاولة المفاوضات. يأتي هذا قبل ساعات من انتهاء المهلة التي منحتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة للرد على مطالبهما. هذا ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب اجتماعا غدا في القاهرة لبحث الرد القطري على قائمة المطالب وتنسيق المواقف بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع الدوحة. من جانبه أعلن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد أن الدول العربية الأربع في انتظار التواصل مع الإخوة في الكويت لمعرفة الرد القطري قبل اتخاذ الخطوات اللاحقة، مشيرا إلى أن أي رد مستقبلي سيتوافق مع القانون الدولي. وللمتابعة انضم إلينا من الرياض السيد مبارك العاتي الكاتب والمحلل السياسي. سيد مبارك، يعني في رأيك هل تعتبر أن تصريحات وزير الخارجية القطري بمثابة تمهيد أو توقع لرفض قطر للمطالب العربية والخليجية، أم يمكن أن تشهد الساعات القادمة مفاجآت؟ مساء الخير لك ولكافة الأخوة المشاهدين. الحقيقة أن الترقب هو سيد الموقف وما يسيطر الآن على الأجواء، مع أنني شخصيا الحقيقة غير متفائل بناء على السلوك القطري الذي رصد منذ بداية الأزمة حتى هذه اللحظة. اتخذت قطر دور الالتفات على محاولة الالتفات على تلك المطالب ومحاولة تفتيت التحالف أو محاولة تفتيت الموقف الصلب الذي بدأ عليه الموقف الرباعي. لكن شهدت اللحظات الأخيرة خلال 24 ساعة تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصال من الرئيس الأمريكي ومن رئيسة الوزراء البريطاني، ثم قبل لحظات من المستشار الألماني ميركل، مما يؤكد أن المجتمع الدولي أو القوى الدولية بدأت تدخل بقوة في الأزمة بمحاولة إقناع الدول الأربع بقبول أن تقبل قطر ببعض تلك المطالب، مع أن دول المجلس
أؤكد على أن المطالب يجب أن تنفذ كحزمة واحدة دون تمييز أو دون فارقتها من مهم إلى أهم. شخصياً أعتقد أن قطر في واردها أن ترفض كثير من تلك المطالب وتريد أن تؤكد على مطلبين أو ثلاثة فقط إرضاء للمجتمع الدولي، مع أن الحقيقة ستصر على موقفها المتعنت والمتصلح بإزاء المطالب الدول الخليجية التي تسعى في الحقيقة من خلال تلك المطالب إلى إعادة قطر إلى السلوك المدني وإلى سلوكها الواجب اتخاذه هو العودة للحضن الخليجي من جديد. نعم، أشكرك جزيلا من الرياض السيد مبارك العاتي الكاتب والمحلل السياسي. أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة آخرين جراء تعرضهم لاعتداء إرهابي بحي المصورة بالقطيف. وأشارت الداخلية أن دورية أمنية في هذا الحي تعرضت صباح اليوم لاعتداء إرهابي نتج عنه استشهاد وكيل رقيب عادل فالح العتيبي، بالإضافة لإصابة ثلاثة من رجال الأمن جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. ركزت الجولة الخامسة من محادثات أستانا بشأن سوريا على التوصل إلى خطة لإقامة مناطق آمنة، وذلك برعاية روسيا وإيران وتركيا ومشاركة مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا. وقال رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافانتييف إن هذه المواضيع تخضع للنقاش، مؤكدا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وخلال المحادثات عقد المبعوث الأممي دي مستورا مباحثات منفصلة مع ممثلي الوفود، ومن المقرر أن تختتم المحادثات التي تستمر يومين بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية وفصائل المعارضة بجلسة يحضرها جميع المشاركين. اقتحمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب في العراق آخر منطقتين في معقلين يتحصن فيهما عناصر تنظيم داعش الإرهابي عقب هروبهم وانسحابهم من عدة مناطق في الموصل القديمة. المتحدث باسم قوات الرد السريع أمير المحمدي أكد أن الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في الموصل لا تزيد على كيلومتر مربع واحد بعد أيام من المعارك الشرسة. والآن نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال مع الزميل حسام الدين عاطف. إليك حسام. شكرا لك يا أمل وشكرا لك يا إيمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها. توقعات بالمزيد من تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، والعملة الأمريكية تواصل هبوطها لليوم الثاني على التوالي. أهلا بكم من جديد. توقع بنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال المتخصص في تقييم الأسواق الناشئة والواعدة، توقع ارتفاع قيمة الجنيه المصري بقيمة ما يقارب من 10% أو أكثر خلال العام المالي الجاري 2017-18، وذلك بدعم تحسن عائدات قطاع السياحة المصري. كما توقع بنك الاستثمار بيلتون المالية القابضة أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة، توقع مزيدا من تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، متوقعا أن يصل إلى ما بين 16 جنيه و60 قرشا و17 جنيها و10 قروش خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بدعم زيادة الدفقات الدولارية. هذا وقد شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا لليوم الثاني على التوالي إلى دون 18 جنيها، وذلك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء. وننتقل إلى البورصة المصرية، حيث تبين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء، وذلك وسط ترقب لإعلان أي أنباء إيجابية جديدة بشأن الاقتصاد أو الشركات، بالإضافة إلى ترقب قرار البنك المركزي المصري عن أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل. هذا وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة تراجعا نسبيا بلغ نحو 700 مليون جنيه، ليصل إلى قرابة 694 مليار جنيه بعد تداولات إجمالية بالسوق وصلت إلى 767
مليون جنيه. هذا وأنهى مؤشر البورصة الرئيسية جي اكس 30 التعاملات على تراجع بلغت نسبته 72%، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.4%. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن الحكومة تسعى للمزيد من ضخ الاستثمارات دون انحياز لمستثمر بعينه، مشيرة إلى أن الدولة تركز على تنشيط الاستثمارات بالمحافظات التي تعاني من مشكلات. ودعت نصر لدى مشاركتها في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، دعت اللجنة لإرسال ملاحظاتها حول اللائحة التنفيذية في إطار الاستفادة من خبراتها لكونها شاركت في إعداد قانون الاستثمار الجديد. وأشارت نصر إلى أن هناك عددا من القوانين التي سيتم إرسالها لمجلس النواب قريبا، ومنها تعديلات قانون الشركات والتي وافق عليها مجلس الوزراء ويراجعها حاليا مجلس الدولة. أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام عقودا بلغت قيمتها 10.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 10% مع فترة المقارنة للعام السابق عليه. وأشار سامي إلى أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.9 مليار جنيه، تلاه في الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 1 مليار جنيه، ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 931 مليون جنيه. ومشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انهينا وقفتنا الاقتصادية وعودة جديدة الى امل وايمان، تفضل. شكرا لك حسام. ومن جديد، هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة تجمع فيشغراد بالمجر، والتي أكد خلالها على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب. المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي يكشف أدلة ومعلومات حول تورط قطر في دعم التنظيمات الإرهابية لتأجيج الصراع في بلاده. قبيل ساعات من انتهاء مهلة الدولة الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، وزير خارجية قطر يعتبر قائمة مطالبها غير قابلة للتطبيق. وعودة للشأن المحلي، وبحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس، عقدت الكلية ندوة تحت عنوان تخطيط وتنمية وإدارة الموارد المائية والري. تستهدف الندوة توعية الشباب بمخاطر نقص المياه وكيفية ترشيد الاستهلاك في الفترة القادمة، وذلك من خلال المناقشات التي دارت في هذه الندوة. تحت عنوان تخطيط وتنمية وإدارة الموارد المائية والري، عقدت كلية التجارة جامعة عين شمس ندوة بحضور وزير الري دكتور محمد عبد العاطي وعميد كلية التجارة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة. الشباب بتوعنا لازم يبقى عندهم الوعي الكافي بهذه المشكلة. ما ينفعش الحكومة تشتغل لوحدها والقطاعات المختلفة بنشتغل في جزر منعزلة. يجب دمج هذه عن طريق عقد ندوات للشباب المصري في الجامعات المصرية الحكومية. أكد عبد العاطي خلال الندوة على ضرورة ترشيد استهلاك المياه بشكل جيد، فضلا عن أهمية عقد مثل هذه الندوات التي توعي الشباب بضرورة كيفية ترشيد استهلاك المياه، لأنهم من سيقودون الدفة في الفترة القادمة. يعرفوا الدولة ماشية ازاي، يعرفوا احنا هدفنا ايه، هنوصل لايه، الاستثمارات المطلوبة ازاي، هندبر الاستثمارات ديت ازاي، نتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، نتعامل مع التغيرات المناخية. فانا شايف ان الدور ده مهم جدا للطلبة، ودي مش اول مرة نعمل، احنا عملنا قبل كده في جامعة القاهرة، وان شاء الله كل ما تتاح فرصة ان احنا نتواصل مع الطلبة اللي هم بعد كده في خلال سنين قريبة يعني هيتولوا المسؤولية، وبالتالي لازم يبقى عندهم الوعي العام بمشاكل مصر الأساسية وكيفية التعامل معها. وبخصوص سد النهضة، فقد أكد وزير الري أن هذا المشروع يستهدف مدة زمنية طويلة. سد النهضة خلص الدراسة أو الدراسة الأولانية بتاعت اللجنة الدولية خلصت، وخلصت أن في دراستين ناقصين. الدراستين دول بتقوم بتنفيذهم شركة دولية، الشركة الدولية ديت شغالة في بعض العصارات، ودي في كل المفاوضات في عصارات وفي صعود وفي هبوط وفي اتفاق وفي اختلاف. احنا بنتكلم على مشروع هيبقى مدته 200 سنة، لازم يبقى فيه وصول لاتفاق، عدم وصول لاتفاق بين الدول
ليس في مصلحة أحد. مصر تعاني حاليا من عجز في مياه الشرب، والمتاح هو 20 مليار متر مكعب، وذلك نتيجة لزيادة السكانية. هذا ما أكد عليه وزير الري ودعا الشباب للترشيد في الاستهلاك خلال الفترة القادمة. عمر حمزة، النيل. والآن ما أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة. نتحول إلى حنان عاطف، تفضلي حنان.